المشاهدين مرحبا بكم في هذه الفسحة التي نتعرف من خلالها على تجارب القراء وقصصهم مع القراءة. ضيف حلقة اليوم الأستاذ والباحث والناشط الحقوقي عبد القادر الألامي الذي يسافر بنا إلى تجربته مع القراءة التي امتدت لعقود ظل فيها الأستاذ عبد القادر الألامي يساهم في مختلف القضايا الوطنية بحس إبداعي وبفكر نقدي كذلك. الأستاذ عبد القادر الألاوي ينشر فيديوهات على اليوتيوب على قناته اسماها برسائل مفتوحة، فيها الكثير من الرزانة الفكرية وفيها كذلك حس وطني يدافع عن حقوق الإنسان والفكر والتنوير والقراءة في المجتمع المغربي. الأستاذ عبد القادر الألامي يجمع بين تكوينه القانوني واهتمامه كذلك بالشعر والأداب والفكر والقراءة عموما، ما يجعل تجربته جديرة بأن نتعرف عليها. أصدقائي المشاهدين، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تقاسموه مع أصدقائكم. إلى اللقاء مع قارئ آخر. ولوج عالم القراءة والعلاقة مع الكتاب تبدأ في الطفولة وتستمر وتتطور أو تخفت وتتراجع حسب الظروف، ظروف الحياة المدرسية والاهتمامات داخل الأسرة وفي المحيط الاجتماعي والحياة العامة. وبالنسبة لي كانت الظروف التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية بمدارس محمد الخامس بالرباط مساعدة على الاقتراب من الكتاب وحب القراءة، ليس فقط من خلال المقررات المدرسية وإنما أيضا من خلال البرامج والتوجيهات التربوية المشجعة والمحفزة. وللتذكير فإن مدارس محمد الخامس كانت من المؤسسات التي أنشأتها الحركة الوطنية للحد من نفوذ الاستعمار اللغوي ولتكوين أجيال متشبعة بمقومات الهوية الوطنية ومنفتحة على العصر مع تحصينها في مواجهة أي استلاب. ولحسن الحظ كان هناك فرع للخزانة العامة التي تسمى حاليا المكتبة الوطنية بجوار مدرستنا بباب شلة، يسمح نظامها باستعارة الكتب لقراءتها وإعادتها. وساعدني أيضا على ربط العلاقة بالكتاب والدي رحمه الله الذي كان مولعا بشراء كتب التاريخ والأداب والفقه، مما جعل صورة الكتاب مألوفة لدي طيلة فترة نشأتي. وأتذكر أنني في مرحلة الطفولة قرأت عدة قصص لكامل كيلاني الذي كان متخصصا في الكتابة للأطفال، وفي مرحلة الإعداد والثانوي بدأت في قراءة كتب من مستوى آخر، مصطفى لطفي المنفلوطي وعبد الحليم عبد الله وإليا أبو ماضي وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وعبد الكريم غلاب وإيميل زولا وفيكتور هوغو وغيرهم. وكل هذه الكتب كانت بالنسبة لي مشوقة، وبالتالي فإن كل كتاب لابد من قراءته من أوله إلى نهايته. أما القراءة التي تدخل في إطار البحث العلمي أو البحث الجامعي فهي غالبا تتركز على فصول معينة من الكتب المتخصصة وذات الطابع الأكاديمي. إذا كان الكثير من شباب اليوم لا يقبلون على قراءة الكتب أو لا يواظبون عليها، فيرجع ذلك لعدة عوامل، منها المحيط الذي يغيب عنه ما يحفز على القراءة، وطغيان وسائل التواصل الحديثة التي يدمن عليها الكثيرون. ونصيحتي لهؤلاء
هي أن مرحلة الشباب ينبغي استغلالها جيدا في التكوين الذاتي الذي لا يمكن الاكتفاء فيه بالمقررات المدرسية والجامعية، وإنما يتطلب الانفتاح على مجالات معرفية مختلفة، والقراءة هي السبيل الذي لا بديل عنه لصقل المواهب وتوسيع المعارف وبناء الشخصية. وإذا كانت وسائل التواصل الحديثة أصبحت ضرورية، فلا بد من حسن تدبير الوقت وضمان التوازن بين التثقيف والترفيه، مع الحرص الشديد على تجنب ما لا فائدة فيه.